سالي تو الموند، عسلامة، مرحبا بكم. اليوم باش نعملكم فيديو باللوك هذايا نتاع عرس ولا خارجة ولا سهرية ولا فازة، ان شاء الله يعجبكم وكملوا معايا. اولا خديت التليفون نتاعي 315 و 125، خلطتهم مع بعضهم، استعملت البيوت بلندر باش نحطه في وجهي كما تشوفون هنا بشوية بشوية. بعديك استعملت الباليت نتاعي علم الاوليف وخديت اللون الموف، موف لونه بارد اكثر شوية، وحطيته من الداخل في العين. في استعملت لون موف اغمق منه بشوية، وبالفوشة اللي من اوليف حطيته في وسط العين وبديت تعمل بلند ان بشوية بشوية باش يدخلوا زوز الوان في بعضهم. بعد خديت لون اخر هو لكحة اللي من لوريال باليت وحطيته في اخر العين، وبديت نعمل بلند ان من الموف اللي اغمق منه بشوية باش يكون ترانزيسيون حلو على الاخر. وشوفوا بعديك حتى من فوق بديت تحط، تنجم تحط بيج لونه بارد وكل يدخل في بعضهم لي كولور. بعديك حطيت الجولد كولور اون توب غاديك في الوسط باش يعطي شيمر حلو، ونعم بلند ان حتى الشيء كل يظهر داخل في بعضه. بعديك مشيت الايلاينر، خذيت ميبيلين ايلاينر هو اللون الاكحل، وبالبانسو حطيت الايلاينر بتاعي باش يظهر فم حلو على الاخر. جي في لي ميم شوز في العين الاخرى كما تشوفوني. في خديت الكونسيلر حطيته تحت عينيا، انا حطيت كونسيلر من بعد على خاطر حتى لو كنت تحت المكياج من العين ولا فازة ما يتحش على الكونسيلر، هذا يغطي كل شيء. وبالبيوتي بلندر بتاعي مرة اخرى بديت نعمل بلند ان في كل شيء كما تشوفون هنا بشوية بشوية، يضوي لك تي زون، يضوي لك وجهك هذا. بعد خديت الباودر من لاكام وحطيته في وجهي باش كل شيء يدخل في بعضه ويظهر ماتش جوست فونديشن. بعد نمشيو للسورسيل، واستعملت الهدية اللي من بروفيوجن وعملت سورسيل تاعي. انا بون ديجا عملت بالقلم قبل جوست الفوغ متويكا جاست فيل ان، نحط المزيل ونحطه غادي. عملت حوايج بحاسيلو ظهره نضاف على الاخر. وبعديك خديت فرد لون وحطيت تحت العين باش من بعد كي نحط الكحول باهي يظهر فوقه. ميم شوز في العين الاخرى. بعد نمشيو اللي تحت الحواجب ونحطو لون هايلايتر يكون باش يخرج الفورمة نتاع الحواجب، ويكون زادا لون بين المكياج الاخر. تو نمشي للماسكارا، نحط كوش دو ماسكارا وكيما تشوفوني. بعد نحط البلاش، البلاش هذا اللي من ميلاني بيري امور 003، حطه في الخدود وشوية في البلايص اللي تضربهم السمش، بس يضربهم السمش باش يظهروا حلوين. وتو نمشي للايلاينر اللي في وسط العين ونحط اللانكوم ايلاينر هذا الاكحل، حطه في الواتر لاين. فوالا تاديك اخر ايتاب هو ان نحط الغوج على ليفغ. الغوج على ليفغ هذا شريته من وات ان وات، طايره طايره على الاخر اللون بتاعو موف ومات. ديما انا كي نعمل غوج على ليفغ نحط من اللوتون، بعديك نبدا نعمل اللي الفوق باش نفورم ليفغ كيما نحب انا. فوالا تاش نحط بلالتي اللي نستعملهم كيش نمشي نشطح بالعرس.
هو دبلال تدوم طايرة على الاخر هيك اللي they enhance the look، يوريو اللوك اكثر والمكياج يوريو احسن زيادة زين على الاخر. ونحل شعري وفازي، هذا اللوك متاع اليوم ان شاء الله يكون عجبكم. تنجمو تشوفو هوني كيفاش طلع، وكان عجبكم تنجمو تعملو بيفو و بون كونتينواسيون. بيزو.